نجتمع بكم في هذا اليوم المبارك. قرار مجلس الوزراء الذي أنشأ المجلس أن هذا المجلس يمثل الدولة ويشارك في المجامع الفقهية المعنية بشؤون الفتوى، وبالتالي سيكون هناك تواصل وتفاعل من شأنه أن يثري الساحة الإسلامية بصفة عامة ويثري أعمال هذه المجالس. وبفضل الله تعالى انطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من العاصمة أبوظبي في مسيرة رائدة بتشكيله الميمون من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، مما أعطى المجلس العمق العلمي والبعد العالمي. هل سيكون هناك تعاون ما بين المجالس الفقهية؟ القضايا التي يهتم بها هي القضايا التي تمثل اهتماما. عايز اعرف هل هيبقى في تعاون بينهم، وايه هيبقى دور مركز الافتاء الرسمي ما بعد المجلس؟ الامارات الافتاء تقع تحت هذه المراكز. مجلس جديد اتحادي انشئ في عام زايد لضبط الفتاوى ولتوحيد الفتاوى ولوضع منهجية جديدة للفتوى، تتلائم مع الزمان والمكان، وأيضا تستلهم مقاصد الشريعة وروحها. فهو مجلس له أهمية كبيرة، ليس فقط على المستوى الوطني هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن على المستوى الدولي أيضا. فهذا المجلس له أصداء، ونعتقد أنه سيسهم في ترشيد العالم الإسلامي وترشيد المجالس الإسلامية، وفي تقديم إسهام فكري تأصيلي وميداني لمكافحة التطرف ولمكافحة الفتاوى المارقة التي لا تستند على سند صحيح، لأنها تتجاهل النصوص الشرعية وتتجاهل الزمان والمكان وترهق الأمة الإسلامية. المجلس له منهجية عمل أشار إليها القرار مجلس الوزراء لتشكيل المجلس، وكذلك أشارت يعني المجلس ينظم الآن منهجية عمله في سائر المقتضيات التي سيقوم بها، سواء كان على مستوى المجلس أو على مستوى المجالس أو اللجان المحلية التي تقوم بدور الإفتاء. فهو سيقوم بتنظيم هذه الأعمال الإفتائية فيما يحال إليه من الجهات الشخصية أو الاعتبارية أو المؤسسة الحكمية الرسمية أو مؤسسة الدولة المختلفة، وكذلك في تنظيم عمل لجان الإفتاء وهيئات الإفتاء المنتشرة في الدولة، بحيث تكون هذه المنهجية شاملة وعامة لجميع من يقوم بدور الإفتاء، سواء كان في وسائل الإعلام أو كان في المكاتب أو كان في غير ذلك، حتى يكون عمل الإفتاء منظما تنظيما مؤسسيا يشرف عليه هذا المجلس الذي هو مخول من قبل مجلس الوزراء الحكومة، مخول من قبل القيادة الرشيدة التي وضعت كل ثقلها في هذا المجلس، حتى يقوم المجلس بدوره الفعال في هذا الأمر المهم الجلل الذي يحتاجه الناس في قضايا دينهم ودنياهم وأحوالهم الاجتماعية العامة والخاصة. هذه الدولة الإمارات هي دولة مبنية على التسامح، والحمد لله كل الجنسيات والأعراق المختلفة تتجه إلى هذا المكان وتجد فيها التسامح وتعايش وعدم وجود العنف، فالإنسان يحس بالأمان. هذا من أكثر البلاد في العالم سواء الإسلامي أو غير الإسلامي أمنا، فهذا من كبار النعم على الدولة، وهذا
في الحقيقة يعود إلى السياسة الرشيدة، ومن هذه السياسة هذا تكوين هذا المجلس، لأنهم يريدون أن يوحدوا المنهج في الإفتاء في هذه الدولة. وإن شاء الله هذا المنهج، وكوني هنا وكذلك دكتورة أماني، هذا المنهج سيساعد كذلك في خارج البلاد. أنا الدكتورة أماني برهان الدين لوبيس، عضو في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. الحمد لله لقد أعطى إنشاء المجلس آمالا واسعا في الدولة وأيضا في الشعب. ومن ضمن القضايا المهمة عن التسامح، فالتسامح مهم جدا، وهذا لإصدار الفتوى يعتبر معيار من المعايير حتى نكون ملمين بالقضايا. الأهم شيء لا نكون في الإفراط والتفريط، الاتزان، لابد الاتزان. إذن التسامح من ضمن الأشياء أو المعايير المهمة التي لابد وجودها في إصدار الفتوى.